وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون الدين العام. وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، حيث تم استعراض رد الحكومة الموقرة على 19 اقتراح برغبة. استحوذت الاقتراحات برغبة على النصيب الأكبر من جلسة النواب السابعة، حيث قدم المجلس 15 اقتراحا برغبة، إلى جانب استعراض ردود الحكومة على 19 اقتراحا برغبة كان المجلس قد طرحها خلال جلسات سابقة. بدأت هذه الردود برد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي النواب والشورى بشأن تخصيص برامج إذاعية وتلفزيونية موجهة للأسر في الشؤون التربوية والعلاقات الأسرية. يدعو أصحاب السعادة النواب من قدموا هذا المقترح أن يفتحوا تلفزيون البحرين يوميا الساعة 9 مساء ليشاهدوا برامج مباشرة تتولى الجانب السياسي والاجتماعي والصحي والقانوني والسياحي. في الحقيقة يعني وزارة الإعلام أنا أشوف حسب وجهة نظري أنها قائمة بهذا الدور على أتموج، وطبعا أنا يعني أؤيد هذا الاقتراح لزيادة هذه البرامج وتفعيلها بصورة أكبر وأشمل. بعدها وصل الأعضاء تقديم الاقتراحات برغبة والتي حمل بعضها صفة الاستعجال، ليصل مجموع ما قدم في الجلسة إلى 34 اقتراح برغبة غلب عليها الطابع البلدي أو الخدمي. العدد الكبير يدل على أن طلبات المواطنين كثيرة، وخاصة طبعا الكل على علم أن هناك تحديات اقتصادية، ولكن لا نستطيع أن نغفل ما يريده المواطن وما يحتاجه المواطن. طبعا أكيد هناك نوع من اللغط والجدل بأن المجالس البلدية هي من يجب أن ترفع هذه النوعية من الطلبات. طبعا الجميع يهمه المواطن والوطن، يعني بالدرجة الأولى، سواء المجلس النيابي أو المجلس البلدي. الدستور أعطى صلاحيات خدمية وليس فقط بلدية للنواب، صلاحيات واسعة، بل وجود لجنتين، واحدة الخدمات واحدة المرافق، يبين لك أهمية هذا الأمر. فالنواب قاعد يمارسون صلاحياتهم، في النهاية هذه الرغبات لصالح الناس وتعكس متطلبات الناس. ثم انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمالية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون الدين العام، والذي شهد مناقشات ومداولات مطولة انتهت بالموافقة على مشروع القانون. وجهة نظرنا كانت اليوم واضحة جدا، أن قرار ب 60% سقف للدين العام لما يصدر كقانون يضعنا أمام تحدي اتخاذ إجراءات أشد، ولذلك احنا كان وجهة نظرنا أن يكون هناك خطة متوازنة لزيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات على عدد من السنوات، ونتعامل مع هذا التحدي مثل ما تعاملت دول كثيرة درسنا تجاربها، واحنا قادرين أن احنا نتعامل مع هذا الوضع. وفي سياق ذي صلة، وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن فتح مكتب لفحص المركبات تابع للإدارة العامة للمرور بمحافظة المحرق، بالإضافة إلى تقرير اللجنة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الداخلية بعمل دورات مكثفة لعناصرها من رجال الأمن الذين لهم تعامل مباشر مع الجماهير سواء داخل المكاتب أو خارجها، بدورات متقطعة في العلاقات مع الجمهور والتعامل معهم وربطها بحقوق الأفراد والجماعات في جميع الأحوال. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.